ثلاثية رونالدو ضربت موعدا مع أرقام تاريخية عودا عليها الدون، وأصبح أول من يحرز هاتريك على إسبانيا في تاريخ البطولة. أصبح أكبر لاعب في التاريخ يسجل هاتريك في سن 33، إضافة إلى 130 يوما بالتحديد. كسر حاجز السرعة المسجل باسم أرين روبن الهولندي لتصل سرعته إلى 38 كيلومترا في الساعة. حتى الآن هناك ثلاث ركلات حرة نجحت بإيصال الكرة إلى الشباك، أحدها لرونالدو. من الرضوان.